لا عشان اسالها عن ميسي. ميسي انا النهارده ما شفتش ميسي، يعني ما شفتش ميسي اللي هو ميسي بقى المرعب والكذا، لا ما شفتوش. ولكن خلينا، النائب محمد ابو العين بيقدم تهنئه لي وهاني المملكه العربيه السعوديه والجماهير العربيه على الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي الشقيق على منتخب الارجنتين، ابرز الفرق المرشحه للفوز بكاس العالم 2022. قدمتم اداء بطولي وروح قتاليه وحققتم فوز مستحق، شرفت الكرة العربية عالميا وأسعدت الجماهير العربية في لحظة استثنائية. فوز السعودية اليوم فرحة وفخر لكل عربي، العرب يبهرون العالم بروعة التنظيم والنتائج التاريخية. ألف مبروك لأبطال المنتخب السعودي الشقيق على الإنجاز الكبير، تمنياتي بكل التوفيق ودوام الانتصارات للفرق العربية المشاركة في مونديال قطر 2022. أين اختفى ميسي يا آلاء؟ اختفى ميسي فين؟ ميسي عادة لوحده بفريق بمنتخب لوحده يمسك الكرة وبيسجل، النهارده ميسي مش موجود. ده حقيقي. ولا انا رؤيتي النقديه غلط؟ لا طبعا طبعا، ده حقيقي. ميسي حاول في الاول وكان ليه تهديد على مرمى منتخب السعوديه في اول دقيقه، والكرة اتصدت بعد اول دقيقه ونص وضربه الجزاء، وبعدها اوف سايد على شويه حاجات، وبعدها خلاص ميسي نفسه. يعني ميسي 35 سنه، شخص يعني هو طبعا هو اساس المنتخب الارجنتيني ودايما بيتبني عليه اي فرقه، ده كده كده طبعا موهبه ومهاره. ودايما انت عارف انه ميسي موجود هو يقدر يخترق، يخلص في اي وقت، في اي وقت هو باس ثرو معين، برؤيته المختلفه لاي حد للملعب يقدر ان هو يوصل مهاجم من فراغ على طول. ده اللي قفله اصلا. شوف عامل ايه ميسي، شوف عامل ايه، بص الصوره دي، بص بص الانكسار، احباط يا نهار ابيض. اتفضل اتفضلي. ميسي 35 سنه ما عندوش فرصه يلعب كاس العالم اللي جاي بالتاكيد. هو 39 صعب جدا، خلاص صعب. ميسي ما قدرش يحقق الانجاز بتاع كاس العالم او انجاز كبير مع منتخب الارجنتين غير بس السنه اللي فاتت، هو 2021 كوبا امريكا. وصل ثلاث نهائيات، اربع نهائيات كوبا امريكا، خسر ثلاثه ولسه الرابع بس اللي لسه كسبه قدام البرازيل. وصل نهائي كاس العالم قدام المانيا وخسر. فميسي دي اخر فرصه بالنسبه له، علشان دايما بيتقارن ميسي انه ميسي علشان يبقى نقدر نقول بكل يعني ثقه مارادونا بقى في العالم وكان انجازك مع المنتخب. فميسي بالفعل احنا النهارده ما شفناهوش واحبط، لكن اللي جاي بقى هنشوف، هنشوف بقى هيقدر يعوض في اللي جاي قدام الدنمارك والمكسيك. هو بيقول خلاص الماتشين اللي جايين احنا هنلعبهم كانهم نهائي، كل ماتش منهم نهائي. احنا وصلنا السعوديه وصلت الارجنتين انها تدخل الماتشين اللي جايين كل ماتش منهم نهائي، لازم يفوزوا من الاول كده. بس لو عدوا المباراه بتاعت المكسيك وبولندا، التعادل ده ساعد الارجنتين بطريق غير مباشر يعني، لان لو كان حد منهم فاز كان هيحط المنتخب الارجنتيني في موقف اكثر صعوبه. طيب محسن، رجل المباراه النهارده محمد العويس. طبعا اخر ثلث ساعه والربع ساعه الاضافيه اللي ضافها الحكم، معرفش بناء على ايه ضاف ربع ساعه. لا هو الاضافات الوقت الاضافي كتير جدا, جداً في، لا في البطوله مش الماتش دي. ده اول يوم، اول 8 دقايق، لا اول اربع ماتشات كان 65 دقيقه، 64 دقيقه وقت ضايع. ده تعليمات من الفيفا معينه ان ما فيش ولا دقيقه تضيع يعني. عشان كده ايه يعني، في تعليقات ان ده الجماعه بتوع شمال افريقيا يتعبوا في القوانين دي، وعندنا هنا بعض اللعيبه، لكن هو يمكن يكون زودها شويه الحكم النهارده. لا زود